في المستهل وفي إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر، استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقر رئاسة الجمهورية. استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، ليصافح بعدها ملك الأردن السيد رئيس الجمهورية ويأخذ صورة تذكارية بالمناسبة.